يقول السائل: هل البدعة أشد أم المعصية؟ البدعة أشد وأحب إلى الشيطان من المعصية، لأن المعصية يرتكبها صاحبها وهو يعرف أنه عاصي، ولكن غلبته شهوته أو هواه وهو يعرف أنه عاصي ويرجى أن يتوب، لأنه ما دام يعرف أنه عاصي فإنه يرجى أن يتوب، خلاف المبتدع فإنه يرى أنه على حق، يرى أنه على حق ولذلك لا يتوب. فالمبتدع قل منهم من يتوب، بخلاف العصاة كثير منهم من يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.